السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في القناة. مرحبا بكم في فيديو جديد، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. فيديو جديد، فيديو مفيد بزاف 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 للناس اللي كيعانيو من حب الشباب، الناس اللي دوزوا بزاف اللي ديال لي تريتمون وما حيد لهمش الحبوب من الوجه ديالهم او من الظهر ديالهم. او كاين حتى الناس اللي عندهم الحبوب في الفروه ديال الشعر ديالهم. كاين اللي دوزوا الوصفات الطبيعيه وما قضت فيها والو، واخا هذا الشيء غادي نهضر عليه في الفيديو. يعني واحد الغلط كبير كبير بزاف كيديروه البنات والدراري وحتى انا منهم. دوك الوصفات الطبيعيه راه غير خطر في الخطر. اللي باغيه تهلا في وجهها تمشي ديريكتومون عند الطبيب. الوصفات الطبيعيه راه ما كينفعوا بوالو، غير كيزيدوا يضروا وكيزيدوا يخرجوا الحبوب اللي مازالين تحت الجلد. مهم، هذا الفيديو غنهضر بالتفصيل على العلاج ديال لا كور اكني، كيفاش بديتو وكيفاش شنو النتيجه اللي عطاني، وكيفاش كان ساير يعني الكور ديالي او الجسم ديالي مع العلاج ديال لا كور اكني. حيت كنعرفوا ان لا كور اكني واحد العلاج اللي هو شويه قاصح على الجسم، حيت كينشف البشره كامله من الذات من الداخل كتنشف عندك. خصك تبقاي تشربي الماء بزاف، خص واحد العلاج اللي كتكوني متبعه معاه واحد الحياه، يعني واحد الحياه او لا واحد النظام غذائي، والنظام اللي كتشونجي شويه داكشي اللي كديري في العاده. يعني كتولي تشربي الماء بزاف، كتولي كتضغطي الجسم ديالك لو كور ديالك بزاف، كتولي كديري بزاف ديال الحوايج باش كتفادي الجفاف ديال البشره. المهم انا باش نبدا معاكم، حب الشباب ما جانيش في المراهقه كما كاع المراهقين، الحمد لله. كنت كنقول ربي عفاني من حب الشباب، كنشوف الناس في المراهقه في ايام الليسي كان مساكن كيعانيو من الحبوب وكتكون واحد زعما واحد الحاله نفسيه صعيبه بزاف، ما غاديش يفهمها غير اللي دايز منها. انا حتى دزت من هاد التجربه، عاد حسيت بدوك الناس اللي كان فيهم حب الشباب اللي كانوا كيعانيو من هاد المرض. صراحه هذا مرض جلدي. مهم، ما بدانيش في المراهقه، بداني حتى السن ديال 25 26 هكا. بدا كينوض فيه واحد شويه ديال الحبوب في الوجه ديالي، في الحنك ديالي. بقيت كنقول راه غادي يمشي مع المده، صبرت شهر شهرين 3 شهور. من بعد مشيت عند الديرماتو، هادشي فاش كنت مازال في المغرب. مشيت عند الديرماتو وعطاني تيتراليزال. الا لقيت التصويره ديالها غنحطها لكم في ليكرون هنا في شي بلاصه. سينو راها معروفه تيتراليزال اونتي بيوتيك، راه كي لي ديرماتو في المغرب اغلبيه كيعطيو هذا العلاج كاول علاج. عطاه ليا 3 شهور مع ايفاكلار ديو بلس ديال لا روش بوزي مع واحد لا كريم كتحيد لي تخاس، ما بقيتش عاقله على السميه ديالها. المهم تبعت تيتراليزال، عندك كتشربي وحده في النهار، هو اونتي بيوتيك مده 3 شهور. صراحه حيد الحبوب، مشى مع ايفاكلار ديو بلس مشى الحبوب. ولكن من كملت العلاج بعد شي شهر رجع ليا، عاود رجعت عندو، عطاني كور وحده اخرى ديال 3 شهور. هذيك الكور الثانيه ما قضات والو، ما عطاتني حتى شي نتيجه. عاودت الثالثه ما قضات والو، صافي الجسم ديالي ما بقاش كيتجاوب مع داك العلاج. صافي من بعد بقيت كندير الوصفات 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 حتى خرجت بالمعقول على البشره ديالي. الحمد لله دابا البشره ديالي مزيانه، اللهم لك الحمد، ما بقاش فيها الحبوب. ولكن دوك الوصفات كيخرجوا على البشره. البنات عافاكم، اللي كدير شي وصفه طبيعيه تبعد منها، كيقول لك لا الوصفه الطبيعيه لما نفعوكش ما يضروكش، بالعكس لما ضروكش يضروك. هذه هي، هذا هو المفهوم ديالها، بعدوا منهم، راه غير كيهلكوا البشره. واش الليمون، عصير ديال الليمون نديروه لوجهنا، عصير ديال الحامض نديروه لوجهنا، النشا نديروها لوجهنا، شي حوايج اللي ما خصهمش يداروا. انا ديما ماما كانت كتقول لي بعدي على داكشي، ولكن حتى جربته عاد عرفت بلي داكشي نيشا راه ما كيدير حتى شي حاجه، بالعكس غير كيخرج على الوجه. اللي ما يتهلا في وجهها تمشي عند الطبيب ديريكتوم، ما دير لا وصفه لا جوج. المهم بقيت واحد الوقيته كانت خرجت ديك الخلطه الثلاثيه ديال ديفيرين وشي جوج بومادات وحدين اخرين، درتهم. هادو كيحيدوا الحبوب كينشفوا، ولكن كينشفوا بواحد الطريقه كتولي الوجه ديالك بحال شي صحراء ناشف، ودوك القشور ديال داك الحبوب كيتحيدوا هكا. المهم ملي جيت هنا لفرنسا
ملي صايبت لا كارت فيتال ديالي، واصلا كانت عندي ديجا الفكره ديال انني نبدا لا كيغ اكني. مشيت شفت ديرماتو، عطات قلت لها ها شنو درت انا، ها شنو دوزت، ها شنو دوزت في المغرب، يعني دوزت ديرماتو شحال من مره وها شنو درت. قالت لي ما غاديش نقدر نعطيك لا كيغ اكني من اول مره، خصنا ضروري ندوزو واحد لا كيغ ديال 3 شهور ديال واحد لونتيبيوتيك. واخا قلت لها انا راني دوزت لي زونتيبيوتيك، قالت لي لا خصنا ضروري ندير ندوز معاك هاد لا كيغ ديال 3 شهور. صراحة أنا دوزت فيها غير شهرين ورجعت عندها ديال واحد، ما عقلتش على داك لونتيبيوتيك اللي عطاتني، صراحة ما دار لي والو، غير شربته غير هكاك. رجعت عندها عطاتني تحاليل اللي غادي نديرهم باش نبدا لا كيغ اكني. تحاليل اي ديرماتو في المغرب، في فرنسا، في اي بلاد، ما يقدرش يعطيك لوردونونس باش تشري الدواء الا ما درتيش التحاليل وجبتيهم له النهار ديال رونديفو. التحاليل كديريهم 3 ايام بالنسبة للبنات، نهار الثالث من الدورة الشهرية كديري التحاليل ديال الدم، هو كتعطيهم غير ديك لوردونونس اللي عطاتكم الطبيبة، راه هما في لابوغاتوار كيعرفوا يعني التحاليل اللي غادي يديروك بالنسبة لهذا العلاج. كيكون ديال الكبدة وديال بالنسبة للبنات اللي مزوجين كيخص يكون نيجاتيف، بالنسبة للحمل خصك ما تحمليش في ديك الوقيتة، حيت الدواء قوي بزاف كيدير تشوهات الجنين 100%. الله يحفظ والله يستر. داكشي علاش في الفترة ديال العلاج خص ضروري مانع الحمل، اللي كتستعمل شي مانع الحمل تبقى تستعمله طيلة العلاج، حيت راه مستحيل، ممنوع انك تطيح اونسانت في الفترة ديال العلاج ديال لاكيوراكني. المهم انا جايكم بالهضره، كديري تحاليل ديك السيمانه اللي عندك انتي فيها الرونديفو، كتكون نهار الثالث ديال الدوره الشهريه كديري من موراها شي 4 ايام ولا 3 ايام كيكون عندك رونديفو، كدي التحاليل كتشوفهم الطبيبه باللي عندك لي نيجاتيف، يعني جو با اونسانت، عندك تحاليل مزيانه ديال الكبده وديال داكشي كامل، كتكتب لك لوردونونس. لوردونونس من الاحسن من تخرجي من عند الطبيبه ولا الطبيب تمشي ديريكتومون ولا فارماسي وتاخدي الدواء ديالك، حيت واحد النهار انا تسنيت يومين ولا نهار، مجيت عند الطبيب قال لي راه نورمالمون خصك تجيني النهار اللي دوزتي عند الطبيبه، حيت التحاليل ما خصش تفوت عليهم سيمانه، وغير يعني يتعامل معايا وعطاني الدواء، اما هو خصك النهار اللي دوزتي عند الطبيبه تمشي ديريكتومون لا فارماسي باش تهزي الدواء، حيت ديجا راه 4 ايام دازت باش درتي التحاليل. الدواء انا في الاول فاش بدات معايا، حيت الحبوب اللي كان فيا ما كانش زعما شي حبوب كتير، كانوا في دي ميكرو كيست اللي هما تحت الجلد وكيكونوا منفوخين، راه كيكونوا بزاف عند البنات سورتو في الدوره الشهريه كيجيو بزاف، كانوا عندي كبار وما هذوك اللي ما فيهمش الراس، وكتكون كضر غليظ يعني غليظه وكضر تحت الجلد وكتكون كتمرض. صراحه انا يعني هذاك هو الحبوب اللي كان كيجيني، ودي فواك مره مره كيجيني داك الحبوب اللي عنده الراس. قالت لي غادي نبداو ب 25 غرام، هاد 20 غرام مع هاد 25 هاد 25 مع هاد 5 غرام، يعني كنشرب كينه من 20 وكينه من 5 غرام. المهم بقيت هادي تقريبا هذا تقريبا الشهر السابع بلي بديت لا كيغ اكني. انا نورمالمون في الاول عطاتني 6 شهور وقالت لي ونعاودو نشوفو واش نغنوفليو ولا لا، قالت لي من الاحسن نزيدو من فوق 6 شهور باش نتاكدو من اللي حيدنا داك كاع داك الحبوب اللي تحت الجلد وما يعاودش ينوض من بعد لا قدر الله، وخير 100% الحمد لله ما كيعاودش ينوض الحبوب. انا من الحالات اللي ما خرجش فيا الحبوب بزاف، يعني نشف لي الحبوب من الداخل. كاين البنات اللي كيشربوا لا كيغ اكني وكيخرج ليهم كاع داك الحبوب اللي تحت الجلد كيخرج ليهم على الوجه ديالهم ويعاود ينشف، انا لا، انا يعني ما خرجش فيا، ولكن بحال الحبوب اللي كان فيا الداخل نشف، الجسم ديالي نشف بزاف. كتوليو كتشربوا الماء بزاف، كتوليو خصكم تيدغاتيو البشره، اصلا الطبيبه كتعطيكم كريم ايدغاتون ضروري، هذيك الكريم لي فريمون ايبي لي ثقيله اللي خصكم ضروري ترطبوا وجهكم، غتحسوا بوجهكم كيتلصق، غير خليه ماشي مشكل، المهم كيتلصق مرطب ولا انه ناشف وكيتجبد.
كترطبوا وجهكم، كتعطيكم التقطيره كما كتشوفوا، انا عندي انا التقطيره، كديروا التقطيره حيت عينيكم كينشفوا، ما كيبقاوش عندكم الدموع. فاش كتكونوا افون كتنوضوا في الصباح، كتحسوا باللي العينين ديالكم بحال اللي عندكم شويه الدمعات في العينين ديالكم، في لا كيغ اكني في العلاج ما كتبقاوش تحسوا كامل عندكم الدموع في العينين، كينشفوا وكيوليو عينيكم في شكل كتحسوا بهم نجافين. لما درتوش التقطيره ما تقدروش زي ما تشوفوا مزيان. هادشي اللي نقدر نقول لكم صراحه، علاج زوين هي الا بغيتو تهناو من حب الشباب ديفينيتيفمون، وتخليو يعني الجسم ديالكم في ديك المرحله انه يتنفس. صراحه كيتنفس الجسم حيت بزاف ديال السموم كتكون مع داك الحبوب وداك الشيء، زعما صراحه شي حاجه اللي كضر وكتمرض. والناس اللي ما فيهمش حب الشباب ان شاء الله ربي نتمنى انهم يعذروا الناس اللي فيهم الحبوب، ما يبقاوش يشوفوا بهم فيهم في واحد النظره اللي هي بحال الاشمئزاز وكيعيبوهم، سورتو لي جان اللي كيكونوا يلاه طالعين مساكن ولو فيهم الحبوب، عفاكم ما تبقاوش تشوفوا بهم اه مال وجهك بحال هكا، اه مال كيفك الحبوب، اه مال هكا جبهتك دايره، مال هاد الحبوبه خرجت فيك هنا، واش كاين شي واحد في وجه الارض اللي كيتمنى ان وجهه ينوض فيه الحبوب؟ ما كاينش، ما كاينش هذا اللي كيدير طق شي بوطوني يوطى عليها ويخرج الحبوب في وجهه بالاراده ديالو، راه حتى شي واحد ما بغى وجهه يكون فيه الحبوب، كاملين بغينا وجهنا يكون صافي وزوين وكيقشع ما فيناش الحبوب. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، العلاج زوين. بالنسبه للفيديو فيديو اللي كانوا دازو كنت هضرت لكم على ذا اوردينري ديال نيساناميت، هذاك زوين البنات، حتى هذاك كيحيد الحبوب، غير انا حيت كنت ديجا واخده لا ديسيزيون باش ندير لاكيغ اكني. اما لاكيغ اكني في المغرب، بغيت غير نقول لكم لاكيغ اكني في المغرب كيتقام شويه غالي، يعني التحاليل ولوردونونس والدواء، سورتو الدواء غالي بزاف. هنا في فرنسا راه غومبورسي والطبيب زعما ماشي غالي بزاف بالمقارنه، وسورتو الدواء راه غومبورسي، سورتو في لا ريجيون ديالي انا راه لي غومبورسي ا 90%، يعني كتخلص غير 10%. في المغرب راه غالي، البنات اللي ما قدروش انهم يديروا لا كيغاكني راه نيساناميد ديال دو اوردينري راه زوين، حتى هو كيحيد الحبوب وما كيخليهش يعاود ينوض. ولكن لكن عندكم الامكانيات انكم ديروا هذا العلاج ديروه، كنصحكم به، ولكن تبعوا داكشي اللي غتقول لكم الطبيبه. حتى انا الطبيبه ما قالتليش شحال من حاجه، ولكن كنت كنتفرج قبل ما نبدا العلاج، كنت كنتفرج دي فيديو كنشوف البنات اللي دازوا هاد التجربه شو النصائح اللي كيعطيو. خصك تشربي الماء بزاف 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 بزاف، خصك ديما ديري قرعه هاد الماء حداك، ديما تشربي الماء، ديما تضغطي الوجه ديالك، ترطبي حتى الجسم ديالك. خدي يا اختي غير داك زيت جونسون ديال الاطفال، ملي تاخدي الدوش ديالك وسط الدوش رطبي بداك الزيت، كيبقى مرطب لو كور ديالك، يا سلام. رطبي الشعر ديالك حتى هو كينشف، بقاي ديري الزيوت، ديري لي ماسك، بعدي على بالنسبه للبنات اللي كيديروا لا سيغ الحلاوه، بعدوا عليها، هذه خصك تنسايها في الفتره ديال لاكيغ اكني كليا، نسايها نسايها، ما ديريش لازيغ، ما ديريش لا سيغ، ما ديريش الحلاوه. بالنسبه اللي عندهم لا ماشين براون تقدروا ديروها، انا كنستعمل لا ماشين براون ما دارت لي حتى حاجه. الخيط كاين اللي غادي يحسس لهم البشره ديالهم، انا كندير الخيط ما دار لي والو، الخيط ولا النتاف ولا لا ماشين براون ما كيديروا والو، غير الحلاوه ولا سيغ والليزر، هادو بعدا يبعدوا عليهم. لا درتي الليزر غير قولي للجسم ديالك اجي نحرقك صافي، حتى الحلاوه لا درتيها راه الجلده ديالك بيان سور غادي تطير، حيت الجلده كتولي رهيفه وحساسه بزاف بزاف. المهم نتمنى نكون فدتكم البنات، عطيتكم المفيد على لا كور اكني وكيفاش التجربه ديالي وكيفاش بديتو. هذه هي التجربه ديالي وهادشي اللي بغيت ننصحكم به. الا عندكم شي اسئله، الا عندكم شي حاجه بغيتو تزيدو تاكدوا منها، خليو لي كومونتير، ولا لا بغيتو نعاود لكم شي فيديو اخر ابديت، يعني الشهر الجاي كيفاش غادي يكون، وملي نسالي عاوتاني ديفينيتيفمون لا كور اكني، خليوها ليا في لي كومونتير، وان شاء الله ندير لكم فيديو اخر. شكرا بزاف على المتابعه، والسلام عليكم.